هذه الرسالة من برنامج حيث الإنسان. الأعزاء طلاب مدرسة النور الأساسية الثانوية بالجرشة، يسعدنا كثيرا أن نمول مشروع إنشاء معمل الحاسوب والإنترنت في مدرستكم، وأن نكون جزءا من قصة نجاحكم. بلقيس. سيتم إنشاء معمل الحاسوب في هذا الفصل. لاستكمال تعليم الجيل القادم وإكسابه بعض المهارات التي تؤهله لمواكبة العصر والمعرفة، قدم برنامج حيث الإنسان هذه المساهمة إلى مدرسة النور. معمل للحاسوب، 15 جهازاً مكتبياً وبعض التجهيزات اللازمة لعملية التعليم. سيشكل هذا المعمل النافذة الأولى أمام الفتيات للدخول إلى العالم الرقمي. جهز برنامج حيث الإنسان المعمل بجميع متطلباته، وستكون مهمة الإدارة تعليم الطالبات ومحو أمية الحاسوب في هذه القرية النائية.